كده لسه برضه مصدقه مصلحه الارصاد؟ الحقيقه ما لهمش حق يخدعونا بالشكل ده. هما اللي بيخدعونا ولا احنا اللي بنخدع روحنا؟ حبيبي دسيني، مش لما دقت روح الاول؟ اخفى عليك، خدني في حضنك. ما كنتش عارف ان البرد له فوايد لذيذه كده. وانت لسه شفت حاجه؟ اكيد فايده حبين الصبح لما نقوم من النوم نلاقي ضهرنا متني ورجلينا مكلبشه ببعض. روماتيزم بقى، وبدل ما نروح على المحكمه ينقلونا على المستشفى. طب نام وانت ساكت، ما تبوظش الجو الرومانتيكي اللي انا عاملاه لك ده. ايه مالك يا حبيبي؟ الرطوبه ابتدت تخرج نفسك. طب اسمع، انا عندي فكره جنان. الحقيقه حبيبتي افكاري كلها بننزل الان. ايه رايك نقوم نخرج نتفسح؟ نتفسح؟ انت عارفه الساعه كام دلوقتي؟ وايه يعني، بيقولوا ان في محلات بتسهر للصبح. الصبح اللي انت بتقولي عليه ده لازم اروح فيه المحكمه، ولازم اكون فايق ومستريح علشان اعرف اترافع عن الناس ولا اقف قدام القاضي زي الطربش. ومين هيفسحني غيرك يا حبيبي؟ يا حبيبتي انت ليكي يوم واحد في الاسبوع تتفسحي فيه زي ما انت عايزه. بقيه الايام البرنامج هيكون كالاتي: ارجع من المحكمه اتغدى وانام ساعتين، بعد كده انزل اروح المكتب اقابل العملاء، ارجع من المكتب ادرس القضايا، ثم اشرب اللبن، ثم انام في هدوء. جواز تقليدي يعني. هو الجواز كمان حطوه على درجات؟ ايه ده يا حبيبي؟ ايه؟ الظاهر حد بيفتح الباب. مصيبة، ده هيكون حرامي. ده يبقى حمار قوي لو جه هنا. طب قوم شوف في ايه. يا حبيبتي انا لغايه دلوقتي موافق على كل حاجه، انما توصل لحد ان انا اواجه حرامي وجها لوجه انا اسف، ده مش من طبيعتي ولا من اخلاقي. قوم بلاش كسل، الزوبعه خلصت. يا تقومي تقابليه انت، يا تنامي وتسكتي. اسكت ازاي؟ لا اقوم طبعا. الشقة دي ده احنا اللي ساكنين فيها. الله، هي سكنت من النهارده وما تقربش لحسن حضرة في المليان. لا مليان ولا فاضي يا ست هانم. الموضوع ما الموضوع ما فيه ان احنا جيران. ايه؟ اصل انا مأجر البدروم بتاع العمارة مفروش، مأجره من صاحب الملك، واتأخرت في دفع الإيجار، فالراجل من بجحته قفل البدروم ومنعني اخش انام فيه. شوف قله الحياة. ايوه، بس البدروم اللي بتتكلم عنه ده يبقى تحت وانت دلوقتي فوق على السطوح. يا ماما انا متعود اطلع هنا كل يوم استخدم السلالم دي، ابقى على السطوح على طول. وبعدين؟ وبعدين انزل على سلالم الخدامين ابقى تحت، من شباك المطبخ المكسور بتاع البدروم انط ابقى جوه ونام، ولا من شايف ولا من ديري، والصبح نفس الحدوته. يا حرام، اتفضل. ميرسي. اعمل لحضرتك قهوه؟ لا يا ماما متشكر. هي ما رجعتش؟ ما عندناش لا بن ولا ميه. بتتكلم؟ حتى الحرامه ضربت معاه الصحوبيه. هنعمل ايه يا استاذ هانم؟ اصحاب البيوت ما بقاش في قلوبهم رحمه. فعلا، خصوصا صاحب البيت بتاعنا. تصور مأجر لنا الشقه دي ب 60 جنيه في الشهر. يا ساتر يا رب. احمد بيدفع 25 وماما بتدفع الباقي.
احمد مين؟ احمد جوزي. وستك متجوزه؟ ولسه عرفان جداد. الف مبروك يا هانم. اسمحي لي اقدم نفسي، عبد السلام الدمنطوري. نوال مختار. وبالمناسبه دي ارجوك تقبلي عزومتي انت والبي على العشاء بكره بالليل. بلاش بكره عشان ماما جايه عندنا. وماله؟ ده انا هكون سعيد جدا لو ماما شرفت معاكم. مش عارفه. نعم تكسفنيش. ما تكسفنيش، خصوصا ان احنا جيران. لحسن بعدين انكسف اعدي من عندكم تاني مره. يا خبر، حضرتك تعدي في اي وقت. خلاص، لازم تقبلي العزوم. خلاص اتفقنا. ميرسي. انا هستناكم الساعه 8 في القصر بتاعي. قصر ايه؟ ما انا مسمي البدروم بتاع القصر. تصبح على خير. وانت من قلبي. من حق. انا هحاول بعد كده اجي بدري علشان ما اقلقكوش وانتوا نايمين. براحتك مش مهم. اصيله يا نوال هانم اصيله. مع السلامه. انت واقفه تتسالي مع الحرامي؟ ده مش حرامي يا حبيبي، ده الاستاذ عبد السلام. الاستاذ عبد السلام؟ ايوه. الاستاذ عبد السلام مين؟ الدمنهوري. الدمنهوري؟ عبد السلام الدمنهوري كمان؟ دمنهوري مين؟ جرى اللي في البدرون. اللي في البدرون؟ وايه اللي جابه في السطح؟ صاحب البيت مش راضي يدخله لان في اجره متاخره عليه. والراجل متعود من زمان ينط من شقتنا على سلم الخدم على مطبخ البدرون على جوه، ينام لا يشاف ولا من دير. ايوه، يرد زي ما هو عايز زمان، لكن دلوقتي دي شقه متاجره فيها سكان، القانون يمنع اي تصرف بالشكل ده. لازم اساعده وانصره على جشع صاحب البيت. تقوم تخليه يعمل شقتنا كوبري؟ الناس لبعضيها. النهارده احنا نساعده وننططه من فوق لتحت. جايز بكره نتعذر ولا ندفعش الاجره، ينططنا هو من تحت لفوق. والواحد برضه لازم يبص لقدام يا حبيبي. الدفاع اتفضل. حضرات القضاء، ان هذا المتهم الواقف امامكم، ان هذا المتهم الواقف امامكم. ايه ده يا استاذ؟ لا مؤاخذه يا فندم، اصل يعني امبارح تضيعوا في ماذا اقول، والنهارده تضيعوا في البرد ولم تودع. اصل اسعاف البيت يعني. الازاز مكسور يا فندم. الازاز مكسور والاوضه اصلها بهواء. هو دخل يا فندم وقعد واستريح. استريح قوي يعني. ايه ده البرد؟ لا يا فندم. عبد السلام انت مجهولي يا استاذ. ركز في القضيه اللي قدامك، اقعد استريح على مساله الشاهد الاول. نادي على الشاهد الاول. عبد الفتاح سليماني المنشاوي. قول والله العظيم اقول الحق ولا شيء غير الحق. والله العظيم اقول الحق. رفعت الجلسه. يستحسن برضه يا فندم. ده راجل جاش
بيني وبينك كده، الناس دي مش عامله حساب لاخرتها، دي اخرتهم سودة بعيد عنك. لكن انا وانت كده واللي زينا عجلنا حد، هم بقى على جهنم. يا عالم اهلا وسهلا. اهلا بيكي. اهلا يا حبيبتي. شوكولاته من يد ما نعدمهاش كمان واحد. ايه بس ما كنتيش تحلفي. ايوه عن اذنك ثانية واحد. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. على فكرة ايوه حلوة قوي بلوستك دي. ميرسي. يعني لو جاني الجوب بقى كده ولا كده ابقى استلفها منك. تحت امرك في اي وقت. هو البيت بتاعك بيشتغل ايه؟ محامي. ربنا يحرسهولك. ميرسي. انا بقى البيه بتاعي بيشتغل في شركة استثمار كبيرة قوي. حاكم بيتكلم بالسبعة تولسون. هايل. بقالنا 12 سنة متجوزين والحمد لله عايشين عالي العين، عمرنا ما اتخانقنا مع بعض. اكيد راجل عظيم، لكن الرك برضه على الست. والمثل بيقول ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه. ما تستقليش بالكلام ده، هي صحيح امثال شعبيه لكن ليها معنى كبير وبتنفع. ماما دايما تقول لي كده. طب والست هتعود جوزها على ايه؟ حاجات كتير يا حبيبتي. يعني مثلا الكلمه في البيت لازم تبقى كلمتك. هم عليهم الشغل وبس، واحنا علينا الاداره الداخليه والعلاقات العامه. حلوه قوي حكايه الاداره الداخليه والعلاقات العامه دي. وكمان مصروف البيت لازم يبقى في ايدك، تصرفي اللي تصرفيه وتتكني اللي تتكنيه. بس متهيألي ما يصحش الواحده تعامل جوزها بالشكل ده. ده يصح ونص يا حبيبتي. هو حد ضامن الزمن اليومين دول؟ العيب الرجاله بقت كتير قوي. بيني وبينك كده في نوع من الرجالة لما القرش يجري في ايدهم بينقلبوا ويفتروا. ايوه على رأي المثل، يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية في الغربان. ماما دايما كانت تقول كده. مامتك دي باين عليها لذيذة قوي. الحكومة على الطلاق عن حاجة. ابدا انا يا دوب كنت حبك عشان الغدا. يا اختي سيبك سيبك سيبك، الوقت قدامنا طويل، احنا قاعدين نتسامر مع بعض. على رأيي طول عمرنا بنطبخ للرجالة، خدنا منهم ايه؟